أخرا وقعنا على اتفاقية لتصدير الفواكه المغربية إلى ولاية ديلاوير، تبادل لم يكن من الممكن تحقيقه إلا في إطار اتفاقية التبادل الحر. كدولة إفريقية للمغرب الكثير من القدرات، فهو بلد يتمتع بالاستقرار وبالتنمية الاقتصادية والأمن والسلام، وهي مؤشرات تبحث عنها الولايات المتحدة لتطور من خلالها شراكات مع المغرب الذي سيعمل على نشر هذه المبادئ بباقي الدول الإفريقية خصوصا بالساحل وغرب إفريقيا.